مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم. يلا بقى النهاردة تعالوا هنعمل كفتة الصلصة. الكفتة النهاردة هوريكم أحلى وألذ طريقة كفتة صلصة، متماسكة جدا جدا جدا، طعمها خطير خطير خطير. ولو مش حابين تحطوا الصويا ما تحطوهوش، لان النهارده في كذا مكون ممكن نعمل منه الكفته الخطيره اللي انتوا شايفينها دي من غير ما تفك مننا. والمفاجاه بقى، مش لازم نقليها علشان خاطر نحطها في الصلصه، احنا ممكن نحطها نيه وبكده تبقى خفيفه قوي قوي. هقول لكم كمان سر الصلصه الجامده جدا دي، كل اللي هتشوفوه معايا النهارده كفته متماسكه صيامي 100 100، من غير بقى لحم ولا اي حاجه خالص، وسهلة وبسيطة ومش بتفك في الصلصة، وممكن كمان تعملوها مقلية. كل اللي هتشوفوه معايا، بس لو لسه ما شاركتوش في القناة اتمنى تدوس على كلمة الاشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، فعلوا الجرس على كلمة الكل، ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم. ويلا نبدأ حالا، ما تنسوش اللايك والشير. اول حاجة جبت كوباية من الفول الصويا، وبدأت ان انا ابتدي ان انا ابوشها، يعني انا احط شوية مية صغيرين وابتدي ان انا اديها رفعة خفيفة على النار مع مرقة خضار. انا مش بحب استخدم الفول الصويا ني، او مش بحب استخدمه كده زي البودرة المطحونة، لازم اعمل الحركة دي اولا تضمن لي ان هو يكون طعمه حلو، ثانيا يتماسك. تاني حاجة بجيب كوباية من العدس وببتدي ان انا اسلق العدس. انا مش بنقع العدس وافرمه، لان العدس لما بيتسلق برضو بيساعد على التماسك اكتر بكتير من احنا نعمل العدس مسلوق. انا بجيب العدس وانقعه، وبعد ما انقعه ببتدي اني انا اغسله وارفعه على النار لحد ما يستوي. بيكون السوى بتاعه بنسبة 50%، 50% بس كويس جدا. وبعد كده بنصفي العدس، يبقى احنا كده صفينا العدس وجهزنا الصويا. وتعالوا نكمل ونشوف هنعمل الكفتة بتاعتنا دي ازاي. اهم حاجة ان انتوا تلتزموا بالمقادير. تالت حاجة بقى البطاطس، ببتدي ان انا احط بطاطسيتين كده على النار وابتدي اني انا اسلقهم بشوية ملح صغيرين. البطاطس هنا بديل للصويا وبس، برضو كمان ممكن نضيفها مع الصويا، يعني الناس اللي مش حابة تحط صويا ممكن تحط بدل الصويا بطاطس، تبقى كفتة العدس بالبطاطس. لكن لو حابين اضافة هيبقى الطعم احلى طبعا بكتير، ان احنا نعملها كفتة فول صويا وعدس وبطاطس الثلاثة مع بعض. فيعني انا عشان الناس اللي بتقولي ما بنحبش وصفات الصويا، ما فيش مشكلة، شيلوا الصويا وحطوا مكانها البطاطس، الموضوع بسيط بسيط جدا جدا. بس انا بحب اعمل الثلاثة الميكسات دي مع بعض، بتديني نتيجة افضل. بجيب بقى بولة عندي، او لو هخلط في الكبة هحط البطاطس وهحط عليها العدس وهحط عليها الفول الصويا، وابتدي ان انا افرمهم كويس جدا جدا. لو هفرم على ايدي يبقى هفرم مكون مكون، لو هفرمهم في الكبة هحطهم هما ثلاثة مع بعض يبتدوا ان هما يتفرموا. اكتر حاجة بتضايقنا في الكفتة الصيام انها لما بتنزل الزيت بتفك، او لما نيجي نحطها في الصلصة تفك. هوريك النهاردة مكون مش هيخليها تفك ابدا، وهو ده عبارة عن ايه؟ دول عبارة عن كوباية الا ربع من دقيق الرز، كوباية الا ربع من دقيق الرز. دي بقى اللي بتمسك الكفتة وبتعظمها حلو قوي قوي. بنحط بقى التوابل بتاعتنا، معالق صغيرة من ملح وفلفل وكمون مطحون وكزبرة مطحونة، وكمان بنحط بابريكا وشطة. دقيق الرز ده احيانا بنلاقيه في السوبر ماركت جاهز، ولو ما لقيناهوش جاهز ممكن نعمله في البيت لو مطحنت الخلاط بتاعتك تستحمل ان هي تطحن رز. والموضوع بسيط جدا جدا، يعني في مطاحن كتير بتعمل الرز المطحون. انا كل اللي هستخدمه كوباية الا ربع من دقيق الرز. دي بصراحة بتخلي الكفتة تبقى ماسكة حلوة قوي قوي، مش بتفك نهائيا، يستحيل تفك. فخلي بالكم الرز ده مهم جدا. طب افرض ما لقيناش دقيق الرز نعمل ايه؟ بسيطة جدا جدا، لو ما لقيتوش دقيق الرز هتحطوا نص كوباية من الدقيق، وهتحطوا عليها ربع كوباية من البقسماط، يبقى نص كوباية دي على ربع كوباية من البقسماط، دي بديلة للي هي كوباية الا ربع من دقيق الرز.
حطينا، انا دلوقتي حطيت البطاطس مع التوابل مع دقيق الرز، وبدات ان انا اعجنهم، وبعد كده نزلت العدس اللي انا سلقاه كويس جدا جدا، وبدات برضو ان انا اعجنه، وبعد كده هنزل بقى الصويا بتاعتي اللي انا حطيتها في ميه ورفعتها على النار شويه مع مرقه الخضار، وبرضو هبتدي برضو ان انا اعجنهم. زي ما قلت لكم انا حابه النهارده اشتغل بايدي، ما حباش اشتغل بمكنه، او حابه ان انا اشتغل مثلا بمجهز الطعام، لا حابه بشتغل يدوي عشان الناس اللي هي بتحب تشتغل يدوي. حط طبعا شبت وبقدونس وكزبره، ده اساسي طبعا. الكفته الصيامي لازم يتحط فيها الخضار لان هي ما فيهاش لحمه، فبالتالي ده اللي بيديها الطعم والتست العالي. بعد كده بنبتدي ان احنا كمان نحط فلفل حامي. كل المكونات دي لازم تمتزج مع بعضها لدرجه ان انا ما بقاش شايفه ده ايه. فده الحل الوحيد، ان احنا بعد ما عجناهم العجنه دي كلها نديهم طحنه في مطحنه الخلاط الصغيره، نديهم وش كده، او ان احنا نطحنهم لو عندنا كبه نديهم طحنه في الكبه لحد ما يكونوا عجينه متماسكه جدا جدا، ما فيهاش يا جماعه اي نوع من انواع يعني مش مفتته، لازم تكون العجينه جامده. يعني شايفين ان العجينه خلاص انا ظبطتها، هبتدي ان انا احطها تريح 10 دقايق، وبعد كده هفرمها حلو قوي قوي في الكبه لحد ما تبقى مفرومه جدا جدا. في الوقت ده ان انا هعمل بقى الصلصه بتاعتي، هجيب بصلتين وهبتدي ان انا ارفعهم في في حله كده على معلقتين زيت ورشه ملح وفلفل، وابتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده. اول ما ابتدي البصل يدي اللون الذهبي ده، ابتدي ان انا اضيف الطماطم بتاعتي، يعني نقول كده 4 طماطمات يكون حجمهم متوسط ومتقطعين بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا ازود كوبايه من الميه، وبعد كده ابتدي ان انا ازود التوابل بتاعتي اللي انا هظبط بيها الطعم، وكمان هضيف معلقه من السكر، هحط معلقه سكر في الاول، وبعد كده هحط زي ما انتم شايفين كده الحاجات دي بتخلي تيست الصلصه عالي جدا. هحط هنا ده عباره عن شبت وبقدونس متجفف، وبحطه انا احب يعني انا شيف واحطه، بحط كمان ورقه لورا، بحط شطه، بحط ملح وفلفل اساسي، يعني طبعا ده لازم ملح وفلفل، بس ما تنسوش معلقه السكر، وبحط شويه خل، معلقه صغيره من الخل، وطبعا الصلصه ما تبقاش صلصه من غير معلقه صلصه اساسي، يعني معلقه صلصه الطماطم دي بتدي طعم حلو قوي قوي. ده بالنسبه لي بيكون القوام المظبوط للصلصه او مكونات الصلصه المظبوطه. بعدها ببتدي ان انا اديهم غلو على النار، وبعد كده ابتدي ان انا ارجعهم على الخلاط او الهاند بلندر، اطحنهم كويس جدا لحد ما يبقوا بالشكل ده. بعد ما يطحنوا برضو برفعهم على النار لمدة 10 دقايق مع ربع كوباية من المية، وبكون كده جهزت معايا الصلصة. دي العجينة بعد ما انا فرمتها خالص خالص في الكبة او في الخلاط لحد ما بقيت شايفين مكون واحد بس بشكل واحد بس. هبتدي ان انا اصبع العجينة بالشكل ده، وبعد كده بعد ما ابتدي ان انا اصبعها اشيلها في اطباق كده فويل او اطباق عادية، بس اهم حاجة اكون بلة ايدي بلة زيت خفيفة وانا بصبعها، واكون حاطة ورقة زبدة او كيس ثلاجة عشان خاطر الكفتة ما تبدأش تلزق. طبعا بشيلها في الثلاجة لمدة ساعة او ساعة ونص لحد ما تتجمد خالص خالص، ما ابتديش ان انا يعني اسوي الكفتة دي وهي سايبة زي كده، لا لازم تتجمد جدا جدا. وبعد ما تتجمد نهائيا ابتدي ان انا اعمل الطريقه بتاعتي، اما اني انا اقلي الكفته دي، شايفين الكفته اتجمدت خالص، بصوا جامده جدا بالظبط ده. طبعا الكفته دي على كده ممكن تحطوها في سندوتشات، تقلوها وتحطوها في سندوتشات تبقى حلوه جدا، يا اما ان انا هقلي الكفته دي بزيت غزير وابتدي ان انا بعد كده انزلها في الصلصه، او الطريقه التانية ان انا اغلي الصلصه جدا جدا لحد ما توصل لدرجه الغليان، وبعد كده اسقط فيها الكفته وهي مجمده، فبالتالي الكفته عمرها ما هتفك. وطبعا اللي بيدعم الموضوع ده دي الرز، بس انا بفضل يعني ككفته صلصه بحب دايما ان انا اديها نص قليه، مش بقليها قلي تام، يعني انا بديها بس التشويحه بتاعت اللون الذهبي كده بتاعها في الصلصه في الزيت، وبعد كده بطلعها على ورق مطبخ، وبعد كده بنزلها على طول على الصلصه بالشكل ده. الكفته بتتقدم مباشره بمجرد ما بتنزل في الصلصه، يعني ما ينفعش ان احنا نعمل الاكله دي ونسيبها، لا احنا بنحط الصلصه وبعد كده بننزل فيها الكفته، بنغرفها من الصلصه على طول على طول من غير كلام على طبق التقديم، وبناكلها مباشره. طبعا تتاكل برز او بتتاكل بعيش. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم،
لو عجبتكم ونالت على رضاكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. يا ريت يا جماعة تعملوا لايك، انتم مقصرين معايا جدا في موضوع لايكات. يا ريت تعملوا لايك للفيديو، ويا ريت بقى تعملوا شير عشان كل الناس تشوف الفيديو. الناس اللي بتسأل على انتساب القناة، جنب كلمة اشتراك في كلمة انتساب، هتدوسوا عليها ده لو حابين ان انتم تدعموا القناة بحيث تقدم لكم وصفات اكتر او حلقات مخصوصة للمنتسبين. اتمنى بقى الوصفة تكون نالت على رضاكم. ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى دايما في كومنتاتكم الحلوة وفي دعواتكم. كل سنة وانتم طيبين، وهنبدأ طبعا في وصفات كتير الفترة اللي جاية، وبمناسبة بقى الاجازات اللي هندخل عليها كل حاجة هتبقى حلوة قوي قوي ان شاء الله بإذن الله. اتمنى ليكم الصحة والعافية ودوام الحياة الحلوة ليكم، وشكرا لمتابعتكم الجيدة ليا. كنت معاكم شفني الميل الماجد، ودي تحياتي ودي قناتي الرسمية على اليوتيوب، واشوفكم دايما يا رب على خير وعافية.